السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب طلاب الصف السادس الابتدائي. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. مكملين مع بعضينا حل كتاب المدرسة لمادة اللغة العربية الفصل الدراسي الأول 2025. يا ريت يا سلسلة الأم في قناتي، يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. إن شاء الله هنحل مع بعضنا النهاردة أنشطة التعبير الكتابي، كتابة طبعا ايه مذكرات يومية من كتاب المدرسة من صفحة 27 لصفحة 30. يلا مع بعضينا نشوف النشاط اللي معانا. عندي أول نشاط بيقول ايه اقرأ النموذج الآتي للمذكرات اليومية وأجب عن ايه الأسئلة. قال لك يوم الأربعاء 22/5 الساعة 9:30 صباحا مذكرات العزيزة. طبعا دي عنوان ايه؟ عنوان المذكرة. تمام. عندي طبعا كتابة المذكرات اليومية لها خطوات في الكتاب. عند اول حاجة بكتب التاريخ والساعة واليوم، تاني حاجة بكتب عنوان المذكرة، تالت حاجة بكتب ايه جملة افتتاحية، وبعدين بسرد احداث المذكرة، وعند اخر حاجة طبعا بكتب ايه خاتمة. طبعا ده درس طبعا سهل جدا. عندي نقرأ بعضنا المذكرة بيقول ايه اليوم كان يوما مميزا اعاد لي شريط ذكريات الطفولة، فقد قابلت صديقا قديما اسمه خالد، وقد كانت مقابلة بمحض المصادفة حين كنت أشتري كتابا جديدا من المكتبة الموجودة بجوار مدرسة القديمة. لقد تغيرت ملامحه قليلا عن آخر لقاء بيننا لدرجة أنني لم أعرفه في البداية بسهولة هو أيضا، ونظرنا إلى بعضنا وبدأنا في السؤال أولا هل أنت خالد، وسأل هو الآخر هل أنت محمد، ثم بدأنا في تبادل أطراف الحديث ودعاني لنشرب عصيرا معا بجانب ايه المكتبة. قال وهناك بدأنا في الحديث عن مدرسته الجديدة وعن الاختلاف بينها وبين مدرستنا القديمة، وتحدثنا عن ذكرياتنا القديمة في المدرسة وعن المدرسين وأفضل الحصص التي كنا نفضلها وعن مكان بيته الجديد والأشياء التي يفتقدها في بيته القديم، وظلنا نتحدث لمدة 4 ساعات ولم نشعر بالوقت، وفي نهاية اللقاء تبادلنا أرقام الهواتف الجديدة وتعهدنا بالتحدث واللقاء باستمرار، خصوصا أننا نحب الهواية نفسها وهي قراءة القصص إيه البروسية. تمام. عندي أول سؤال بيقول لي موضوع هذه المذكرات هدف أراد الكاتب تحقيقه ولأحداث حياة الكاتب اليومية ولا مقولات ملهمة أعجبت الكاتب. طبعا الموضوع هنا المذكرات هي أحداث حياة الكاتب إيه اليومية. رقم ب جلدوا دون كاتب المذكرات الحدث وسجلوا بالتاريخ. طبعا موجود معي هو 22/5 اليوم طبعا كان يوم الأربعاء والساعة كام؟ الساعة 9:30. قال لي أوضح الكاتب مكان وقوع الحدث اليوم طبعا كان فين؟ كان في المكتبة. تمام. عند رقم د قال الاسم المكتوب في آخر المذكرة هو اسم صديقه ولا والده ولا الكاتب صاحب المذكرات، طبعا بيكون هو اللي كاتب ايه المذكرة. تمام. عندي هو مين طبعا هنا محمد. رقم ه قال انظر الى الافعال والضمائر هل تدل على كتابة الكاتب ليومه الشخصي ام يوم شخص اخر، ام يوم لشخص اخر. طبعا بتدل هنا على كتابة المذكرات للشخص ايه نفسه، زي ايه اعادة، قابلته، اشترى، ذكرياتنا يفتقدها، دي كلها طبعا ايه كلها هنا دلت على ان الشخص هو اللي بيكتب المذكرات دي ايه لنفسه. تمام. عند رقم واو قال ضع خطا تحت الافعال والضمائر التي تؤيد ايه رايك، عاد لي، قابلت، وعندنا طبعا الفعل ايه اشترى. رقم زي قال ضع خطا تحت الجمل والكلمات التي تعبر عن المشاعر من وجهه ايه من وجهه نظرك. الجمل طبعا زي كلمة ايه مذكرات العزيزة. عايز كلمات زي كلمة ذكرياتنا. عندي كلمة زي برضو زي ايه زي ايه نحب الهواية. تمام. عندي السؤال اللي بعده بيقول الجملة الافتتاحية. الجملة الافتتاحية طبعا اللي هي بدأت بيها واليوم كان يوما مميزا اعاد لي شريط ايه ذكريات الطفولة. تمام. عندي الجملة الختامية اللي هي ايه وتعاهدنا بالتحدث واللقاء باستمرار، خصوصا اننا نحب الهواية ايه نفسها. تمام. وهي طبعا ايه الهواية قراءة القصص ايه البلوصية. تمام.
قال هل هناك فائدة من كتابة مذكرات اليومية أذكرها؟ طبعا نعم، لها فوائد كثيرة، منها أنها بتذكرنا بالأحداث التي حدثت ونتعلم من إيه الأخطاء التي نقع فيها. تمام. عندي النموذج الثاني بيقول لك أكمل المذكرات اليومية التالية مستخدمة للمعلومات الموجودة بالجدول. طبعا هنا بتختلف، طبعا ايه بتختلف المذكره، ممكن المذكره يديها لك مكتوبه جاهزه وبيخليك انت تطلع ايه تطلع العناصر بتاعتها، وممكن هو يدي لك عناصر وانت من خلال هذه العناصر ايه بتكتب مذكرات يوميه. تمام. عندي اول حاجه بيديني التاريخ 10 سبتمبر، وعندنا المكان المنصوره، عندنا اليوم السبت، وكاتب المذكرات أميرة، وعندنا الساعة 6 مساء، والعنوان مفاجأة لا إيه لا تنسى. عند موضوع بقى المذكرات اللي هي الأحداث اللي حصلت معي في المذكرة، عيد ميلاد واحتفال بالمنزل مع الأسرة صباحا، دعتك صديقتك المقربة نورهان للذهاب إلى مدينة الألعاب لحبك لها، على بوابة مدينة الألعاب رأيت بقية صديقاتك المقربات نهى ومنة وسلمى ويمنى لعمل مفاجآت لك ومعهن الهدايا والبالونات. تمام. نكون مع بعضنا بقى كده مذكره يوميه. عندي اول حاجه بكتب ايه، بكتب التاريخ مديني التاريخ يوم 10 سبتمبر. تمام. عندي اليوم اللي هو يوم السبت، الساعه كام؟ الساعه 6 مساء، المكان طبعا كان فين؟ في المنصوره. تمام. عندي ثاني حاجه بعمل ايه، بكتب عنوان المذكره، عنوان المذكره اللي معايا اسمها ايه طبعا، او عنوانها ايه، مفاجاه لا ايه لا تنسى. تمام. تاني حاجة بعمل ايه، بكتب جملة افتتاحية. تمام. هنقول في يوم السبت الساعة 6 مساء كان يوم عيد ميلادي، حيث احتفلت مع اصدقائي في بيتنا في المنصورة، وفي الصباح دعتني صديقتي المقربة الي نورهان للذهاب الى يوم الى مدينة ايه، الى مدينة الالعاب. بعد ما كتبنا العنوان هنقول ايه، هنكتب الجملة الافتتاحية، هنقول ايه، اليوم كان رائعا ومميزا، فهو من اسعد ايام حياتي، انه يوم عيد ايه ميلادي، حيث احتفلت مع اصدقائي في بيتنا في المنصورة، وفي الصباح دعتني صديقتي المقربة الي نورهان للذهاب الى مدينة ايه الى العاب، لانها تعرف حبي له، وعلى بوابة مدينة الالعاب رأيت بقية الصديقات المقربات نهى ومنة وسلمى ويمنى ومعهن بعض الهدايا والبالونات، ولقد ساعدت ايه كثيرا، انه حقا يوما لا ايه ينسى. وطبعا هنا كاتب المذكره طبعا اسمها ايه، اسمها اميره. تمام. عندي النشاط اللي بعده بيقول لي التخطيط لكتابه مذكرات عن رحله من رحلات المدرسيه او العائليه المفضله في المذكرات ايه اليوميه. تمام. انت هنا هتكتب هنا مذكرات لا اما عن رحله مدرسيه او رحله ايه عائليه. تمام. عندي هنا التاريخ، نكتب مثلا 5 ايه 5 اكتوبر، موضوع المذكره او الرحله المختاره، طبعا هنا ونكتب ايه الرحله المختاره، طبعا هنا ايه رحله عائليه الى ايه بانوراما 6 ايه اكتوبر. عندي الساعه هنا طبعا كانت 9 ايه صباحا، اليوم كان يوم الجمعه، العنوان طبعا مدينه نصر طبعا ايه القاهره. تمام. عندي هنا النشاط رقم 4 بيقول صف مكان الرحله في 3 ايه في 3 جمل. تمام. احنا هنوصف الرحله ديت اللي احنا رايحينها في 3 جمل، هنقول مثلا ايه، الجمله الاولى هناك الكثير من الزوار، عند الجمله الثانيه هناك الكثير من القاعات، المكان هادئ وجميل ايه ونظيف. نصف المشاعر المختلفه قبل الرحله وفي اثناءها وبعدها في 3 ايه جمل. قبل الرحله وكنت متحمسا لزياره ايه، لزياره هذا المكان. تمام. عندي الجمله الثانيه في اثناء الرحله شعرت بالسعاده ايه الغامره، وبعد العوده اخبرت اصدقائي عن جمال المكان وعظمته وروعته. جلسف الافراد الذين شاركوا معك الرحله وشكل هذه المشاركه في 3 جمل. اقول شاركني في هذه الرحله جميع افراد اسرتي، وقد كنا ايه وكنا كلنا سعداء، والتقط ابي لنا الكثير من الصور مع بعض الدبابات وتعلمنا انا واخواتي بعض المعلومات ايه المفيده. تمام. عندي نشاط رقم 29 بيقول لي اكتب مذكراتك عن رحله مدرسيه او اسريه،
أسرية مفضلة لديك في مذكراتك اليومية والتي ستقرأها لزملائك بالفصل في وقت المشاركة الأسبوعي، مراعيا تسلسل الفقر وذكر الزمان والمكان ووضع الجملتين الافتتاحية والختامية واختيار المفردات وكلمات الوصف المناسبة مع إملاء وخط سليمين بعدد كلمات يتراوح ما بين 100 و150 كلمة. تمام؟ عندي أول حاجة بنكتب إيه؟ الساعة 9 صباحا. تمام؟ وبعد كده نكتب اليوم الجمعة 5 أكتوبر، هنقول كان هذا اليوم من أجمل الأيام التي استمتعت بها في حياتي، مكان يوما شيق وكان يوما شيقا وممتعا، فقد ذهبت أنا وأسرتي المكونة من أبي وأمي وأخي الصغير أحمد وأختي زينب إلى متحف بانوراما حرب أكتوبر الذي يقع في مدينة نصر في محافظة القاهرة، وقد كنت قبل الرحلة متحمسا لزيارة هذا المكان، وعندما وصلنا كان هناك الكثير من الزائرين، وأيضا كانت هناك الكثير من القاعات، ولقد شاهدنا الكثير من المشاهد عن حرب أكتوبر وتعلمنا الكثير من المعلومات. ثم بعد ذلك التقط أبي لنا بعض الصور مع الدبابات والطائرات، وبعد ذلك عدنا جميعا إلى إيه؟ إلى البيت، وبعد ذلك عدنا جميعا إلى البيت مسرورين وسعداء، وأخبرت أصدقائي عن هذه الرحلة الجميلة. تمام؟ جعل بعد الكتابة فكر في الأشياء التالية وراجع إيه؟ كتاباتك. طبعا إيه؟ أنت طبعا هتشوف كتاباتك صحيحة أم خاطئة طبعا إيه؟ وتقيم نفسك. عندي آخر نشاط، دي طبعا بيكون ايه؟ بتكتب المذكرة مرة اخرى وشوف طبعا الاخطاء اللي انت ايه وجعت فيها. تمام؟ وصححها. وبكده سنة 6 وصلت معاكم لنهاية الفيديو، اتمنى تكون استفدتوا. ياريت ما تنساش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.